السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء، دائما مع شعار السوق يطيح يطيح إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله تقريبا هذا هو راح يكون آخر فيديو يعني في على ما أحكي فيه عن الحاجة هذه، راح نزيد نفهمكم أكثر إن شاء الله. باش نفهموا أول حاجة هي الضريبة، الناس تقول لك 60% و80%، الضريبة نحكيو يعني بحاجة عامية خلاص، نحكيو يعني بلغة مفهومة الناس كامل تفهمها. خاوتي لي بري تاع السيارات اذا كانت تشفوا عليهم سنة 2014 2015، كيما كانت مثلا نديو كمثال، كانت مثلا سامبول دير الله اعلم 79 مليون ولا 89 مليون، مثلا 89 مليون نفرضوا انه سامبول سنة 2012 2013 2014 كانت تشريها من عند الوكالة، تروح تشريها تدفع 89 مليون وتهز السيارة تاعك. 89 مليون هذيك خاوتي فيها التيفيا اللي هي 19% وفيها الضريبة على السيارات الجديدة اللي كانت 11 مليون خطر ما هي محرك تاع سامبول ان كات، وايضا فيها 15% ضريبة حتى هي تاع الجمارك، ويعني وداخلة فيها ايضا حق البابور كما تقولوا انتم، حق العامل وحق الوكالة اللي تجيب هذه السيارة، يعني النات نتاعها 79 مليون ولا 89 مليون، ما شفتش اكزاكت قداه كانت تدير هذا الضريبه، يعني تما هذا السياره فيها تقريبا جميع الضرائب. الضرائب تاع اللي راح يكونوا هذا السنه ان شاء الله راح تكون زايده 14 مليون، يعني راح السياره كي تروح للوكاله دير في بالك مثلا باللي كانت في 2014 89 مليون، زيد لها 14 مليون خاوتي، هذه اللي زادت يعني ضريبة جديدة على السيارات، كانت من قبل 11 مليون ودركا ولات 25 مليون، خاصة من السيارات يعني لا 0.8 يعني 0.8 لتر حتى 1.5 لتر ولا 1500 سي سي، هذوما خوتي زادت 14 مليون. فهمتوني؟ يعني تروح عند الوكالة ما يهمكش انت في الباقي، راك راح تلقى السيارة زايدة 14 مليون، هذه أول نقطة. ثاني نقطة خاوتي راح يكون ثاني زيادة تاع زيادة تاع فرق كيما نقولوا حنا لي شونج تاع العملات. العملة بكري مثلا خاوتي كانت واحد اورو بعشرة، واحد عفوا واحد اورو بعشرة دينار جزائري كيما نقولوا حنا 10 سنتيم، دركا مثلا ولا الاورو ب 14000 ب 14 دينار، واحد اورو ب 14 دينار، يعني راح تلقاو الفرق هذاك على السعر الاصلي تاع السياره. السعر الاصلي كي كانت تدير 89 مليون يعني هما ما تبدلش من بكري كيما نقولوا حنا، الا كان جابوها هما ب 5000 من المصنع ب 5000 اورو ولا راح تبقى 5000 اورو، راح يزيد الفرق برك تاع الدينار اللي طاح، الدينار طاح طاح بقيمه قليله، يعني مثلا كيما سامبول يكونوا جابوها مثلا نقولوا ب 5000 اورو، ديروا الفرق هذيك تاع ما باليش 5000 اورو في الفرق اللي من 10 اورو ولا كان حدا يدير 11 اورو في 2014 الصرف تاع الاورو في الجزائر، ودركا ولا 14 واحد اورو ب 14 دينار، يعني وتزيد لها تقريبا كيما نقولوا حنا في كل 1000 اورو دير عندنا حنا لهنا 20 مليون تقريبا. لا هذا بالصرف الخارجي، كانت 1000 اورو كانت دير 11 مليون، دركا ولات دير 13 مليون، يعني في كل 1000 اورو عندنا 3 ملايين زايده، اذا كانت 5000 اورو عندنا 15 مليون، يعني عندنا ضريبه اللي هي زادت ب 14 مليون، وعندنا مثلا زايده 15 مليون تاع الفرق تاع العمولات. هكا يعني راح تروح تدي مثلا سامبول اللي كانت دير 89 مليون راح تزيد لها 14 مليون اللي قلناها الفرق تاع الضريبه، راح تزيد الفرق ثاني تاع كما قلنا الصرف نتاعنا، يعني راح تكون 15 مليون ولا مونبا. وهذا السيارات يا خاوتي اللي راح الضريبه هذه ضريبه تاع 100 مليون ويقول لك 200 مليون راهي في السيارات الخشينه، يعني كما نقولوا حنا السيارات تاع الناس اللي لاباس عليها، يعني حتى في المازوت بعد، يعني السيارات اللي يمشيو لهنا في الجزائر يعني تي دي اي مثلا الجولف سات راهي 2.0 حتى هي الضريبه تاعها مو ب 40 مليون، يعني ما لاباسش قداه كانت القديمه، يعني ماهيش زياده كبيره، ولكن في السيارات اللي فوق 2.0 مثلا في ليسونس ولا في المازوت يعني راح تكون ضريبه شويه كبيره. وخاوتي على واه راح يطيح السوق ايضا حاجه اخرى،
انه هذه السيارات اللي راح يطيحوا راح يطيحوا السيارات الشعبيه، يعني القاعده الاساسيه تاع الاسواق هي السيارات هذه الاقتصاديه والشعبيه. الاقتصادات كما نقولوا احنا السيارات اللي عليهم اقبال بزاف، الا طاحوا هما يطيح معاهم السوق كامل، الا طلعوا هما يطلع معاهم السوق كامل. يعني الحاجه اللي راح يقبلوا عليها الناس ولا اللي راح يروحوا لها الناس راهي ما طلعتش بزاف خاوتي، راهي كما قلت لكم مثلا سامبول تاع 89 مليون زيد لها 30 مليون هي تولي 110 ولا 120 مليون. هذه يعني تروح تجيبها من الوكالة مباشرة، والوكالات كما قلنا دفتر شروط جديد بربي إن شاء الله راح كل إنسان يهز سيارة واحدة ويكونوا فيها تنظيم للتسليم، قادر تولي تسليم تاع كما يعملوا به يعني الجيران تاعنا تاع 24 ساعة تهز السيارة تاعك. يعني المماطلات والممارسات القديمة اللي خلاو السوق يطلع بربي إن شاء الله راح يتنحى. وزيد كاين خبر جديد أنه ما كانش حتى نظام الكوطة ما كانش، يعني الوكلاء هذو راح يدخل واش يحب من سيارات. ونزيد لكم نقطة واحدة أخرى، راح يدخلوا السيارات الصينية، يدخلوا السيارات الإيرانية، يدخلوا السيارات الكورية، يدخلوا أي نوع من السيارات راح يكون في السوق الجزائري إن شاء الله. السيارات الصينية كما على بالكم خاوتي يعني ارخص السيارات هي والايرانيه والهنديه ايضا، كما الماريتي ايضا خاوتي اختار ما هي محركات 0.8 لتر مثلا كما الماريتي مثلا، راي ماكي راح تزيد ب 3 ملايين ولا 4 ملايين على السعر تاع القديم، وزيد لها حتى هي 1.3 ملايين على السعر الفرق تاع يعني تلقى ماريتي زايده الى طارت 10 ملايين لا السعر القديم. دركا تروح للسوق تلقى ماريتي 2002 مسمو 55 مليون، يعني دركا تروح انت تشريها جديدة ب 60 مليون ولا تروح تشري 2012 ب 55، هذا يعني عدة عوامل راح يخليو السوق يطيح. وأيضا القدرة الشرائية يعني حتى تاع المواطن الجزائري طاحت أخذت، يعني مش الإقبال على السيارات أو مش كما كان بكري، كاش تبقى 120-130 الموظف الجزائري اللي يدي 3 ملايين ونص بشوية صح تجيه صعيبة هذه السيارة. يعني سيارات تاع السوق وتاع الاخر يعني راح يكون هبوط كبير ان شاء الله، يعني وتبدا تدريجيا خاصه مع الخبر اللي زادوا طلقوه انه ما كاينش راح تكون نظام الكوطه، يعني راح يدخلوا راح يغرقوا السوق بهذا المنتجات، يعني خاصه من السيارات كما قلنا السيارات راح يكونوا بوفره في السوق، وكاينين جميع العلامات الايرانيه الهنديه الصينيه الاوروبيه الامريكيه، اللي يحب يشري فورد يشري، اللي يحب يشري تيسلا يشري، اللي يحب يشري اي حاجه يشري، يحب يشريها شينويه. السيارات الصينيه ايضا الاعتماديه تاعها كان تروحوا القنوات يعني في اليوتيوب تاع المصاروه يعني تلقاوهم ما شاء الله، يعني سيارات يمشي حتى 500000 و600000 وبربي ان شاء الله ندير لكم فيديو على الاعتماديه تاع السيارات الصينيه خاصه السيارات الحديثه. السيارات الهندية كيما الماريتي كيما قلت لكم ماهيش راح تزيد على 2014 بواحد 6 ملايين ولا 7 ملايين، يعني حسابيا كيما قلنا الضرائب القدم راه بقاو كامل، يعني كاين ضريبة الاختلاف تاع الضريبة من حاجة خفيفة خلاص، اي ماهيش حاجة كبيرة خاصة في السيارات هذو كيما قلنا السيارات الاقتصادية والسيارات الشعبية. فيما يخص السؤال الثاني اللي يسقسيو فيه الناس بزاف، رخصة المجاهد، اللي عنده رخصة المجاهد اخوتي راهو راح يتنحى من جميع الضرائب هذو، راح يجيب السيارة بسعر المصنع ويزيد ينقص عليه البيي تاع كانه من قبل يطلعوا لاوروبا ويطلعوا كذا باش يجيب سيارة برخصة المجاهدين، راح تديها من هنا من الوكالة من في الجزائر، راك راح تخلص سعر السيارة الحقيقي اللي هابط بها من اوروبا، وممكن يديو معاك تاع الوكالة تفتوفة صغيرة. يعني هذه ثاني اللي عنده اي وكاله ولا عنده حاجه هذه ثاني بربي ان شاء الله تزيد طيح من السوق ان شاء الله. حاجه اخرى خالتي ايضا استيراد 3 سنوات ثاني قال لك مازالت كاينه وساريه المفعول، يعني اللي نجم عنده خو في فرنسا ولا اللي عنده خو في كندا ولا اللي عنده خو في اي بلد يعني حتى في الخليج، يعني اي سياره يحب يجيبها يجيبها، ما يدخلوش غير المازوت خالتي، خلاو غير ليسونس اقل من 3 سنوات خاصه، يعني في اوروبا وفي امريكا السيارات ولا حتى في الخليج العربي سياره تتقاس شعره خفيفه برك ضربه خفيفه يعني يطيح يسقط السعر تاعها سقوط حر بربي ان شاء الله. هذا كامل يعني حوايج ان شاء الله ما تفرح، وان شاء الله حوايج يخليو المورال يطلع بربي ان شاء الله، خاصه الناس اللي حابين يشريو سيارات ولا اللي يستناو يشريو سيارات، ويعني حاجه نورمالمون ما لقيتش انا حرت والله. نشوف لي كومونتير يعني 75% من لي كومونتير يقول لك السوق ما يطيحش ومن هنا ومن هنا ومن تجيب لنا في الهضره تاعي، وباينه خاوتي روحوا اي يعني انسان يكون
ما عنده حتى فأخس كيما انا خاوتي، ما عندي حتى فائدة يعني في السوق يطلع ولا في السوق يهبط، لاني انسان عادي مواطن عادي، مانيش يعني ما عندي ما نبيع ما نشري، عادي انسان عادي، كي نكسب سيارة نكسبها كانسان عادي، نبيعها كانسان عادي، ماني سمسار، ماني ما تغيضنا، ما نخسر في سيارة، الحمد لله يا ربي. قصدي في الأمر هذا كامل يعني الإنسان ما يبخلش خابتي، ما يبخلش خابته، كما قلنا السوق طلع طلع، السوق هبط هبط، يعني ما يهمش بزاف هذا الأمر. في الأخير ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نتمنى أني وصلت لكم الفكرة يعني، وخاصة اللي يهضروا وهذو مش قانعين بالحاجة هذه، وي 100 مليون و200 مليون يا خاوتي، 100 مليون و200 مليون، فالسيارات تاع الناس اللي لاباس عليهم 100 مليون و200 مليون، تسمى راح تبقى في السعر تاع كي كانوا الاخر يسمونه تاع النفخ، مصانع تاع النفخ، ماهوش راح يتبدل السعر تاعها. في الاخير كما قلت لكم الى اللقاء، وصحة فطوركم، ونلتقي في حلقة جديدة ان شاء الله.